ضيوفنا الكرام، يعد فندق مسك من شذا احد الفنادق المملوكه لمجموعه الذهبيه القابضه. تبرز هنا حقيقه اهميه ودور قطاع خاص في المساهمه الفعاله في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذا. ونتطلع كذلك الى مساهمه القطاع الخاص في مشروع اعداد وصياغه رؤيه عمان. كما اشكر اصحاب السمو واصحاب المعالي واصحاب السعاده وضيوفنا الكرام على تشريفهم لنا بالحضور ومشاركتنا هذا الاحتفال وهذا المشروع الحيوي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني الشيء الرائع في هذا الشيخ سالم يرأس المجموعة الذهبية، وأنا واثق جدا ومتأكد أن إدارة هذا الفندق بمجموعة الشيخ سالم المجموعة الذهبية طبعا سيأتي بنجاحات أخرى، وإن شاء الله يعني نتمنى نرى مزيد من المشاريع المباركة. وأكرر تهنيتي للشيخ سالم، وأكرر تهنيتي لجميع الفريق في هذا الفندق والقائمين عليه، ومع دعائي لهم بمزيد من التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. الحمد لله، نعتقد أن هذا الفندق سيكون إضافة نوعية لمدينة الموج ولمحافظة مسقط، ولهذا نعتقد أن هذا النوع من المشاريع سيكون يقدم خدمات متميزة. والفندق كما رأيته يعني فيه من الفاسيليتي، من سويمينج بول، من مكان للرياضة، مطاعم، 5 مطاعم، جميل في تصميمه. هدفنا منه أن نجد للسائح الذي يعني يرتاد إلى السلطنة هذا النوع من الفنادق، خصوصاً أنه على البحر وعلى المارينا، فقناعتنا بأنه سيكون فندق متميز في محافظة مسقط وكذلك في الموج. والله مشاريعنا القادمة الحمد لله هناك حوالي 4 أو 5 فنادق coming up مثل ما يقولون. عندنا موفنبيك، أو عندنا روتانا، هذا بيكون في الموالح، وقعناه الأسبوع الماضي في على هامش المؤتمر السياحي. عندنا فندق ريحانة باي روتانا حيكون في الموج. عندنا في صحار روتانا سيكون على الشارع العام. عندنا في محافظة ظفار 5 star 350 rooms 350 أكبر فندق حيكون في محافظة ظفار. شذا باي كامبنسكي، وهناك مجموعة أخرى من البايبلاين في التصميم وفي الدراسة، إنما هذه الذي ذكرت لك إياها يعني بدأت العمل فيها.